طيب عشان نطمن اكتر على الفريق وعلى استعداداته لمباراه هورا يوم السبت ان شاء الله القادم على استاد السلام، معنا مراسلنا كريم احمد، مراسل قناه نادي الاهلي من النادي الاهلي فرع الجزيره. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك سيما، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. طبعا في البدايه كده عايزين نطمن منك على التدريبات واستعدادات الفريق وطبعا بالنسبه للاصابات. طبعا يمكن بعد الراحه اللي مرحها الجهاز الفني بخلفي كابتن وكابتن محمد يوسف، كان يوم السبت والاحد طبعا راح بعد الرحله اللي كانت شاقه شويه بالنسبه للنادي الاهلي، رحله العوده من الدنيا 12 ساعه سفر، فكان لابد يكون في راحه للاعبين، تلاحم المباريات كمان بطوله الدوري يمكن دام اكثر شويه على لعيبه النادي الاهلي. النهارده بيبدا النادي الاهلي اولى التدريبات استعدادا ان شاء الله لمباراه العوده يوم السبت في استاد السلام باذن الله، مباراه الاهلي وحريه النكري الاجيني. النهارده يمكن لسه في هذه اللحظات في محاضره فنيه داخل الملعب لمستر باتريس كابتن محمد يوسف، يمكن من خلال احنا متواجدين طبعا في الملعب، السامعين طبعا كلها كلمات تحفيزيه، كلها كلمات تركيز خلال المباراه القادمه. حضور الجماهيري مركز عليه بشكل كبير جدا كابتن محمد يوسف، صحيح ان شاء الله باذن الله تكون الاستاد مليء على الاخر بالنسبه للجمهور ان شاء الله باذن الله. الجمهور هيكون مهم جدا ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي. اكيد كمان يمكن لو بكلمك على الاصابات، نيجو جابر، عمرو السوليه، سعد سمير، محمد نجيب، فقدنا طبعا محمد نجيب ده واحد من نجوم النادي الاهلي اللي كان بيأدي اداء للاسف الف سلامة عليه. الكره الماديه قطع في الغضروف الركبة، هيغيب طبعا يمكن هيغيب فتره طويله ممكن تستغرق لمده 6 اسابيع. سعد سمير في محاولات مستميته، يعني سعد سمير ان شاء الله يكون متواجد في المباراه سواء بيشارك او على دكه البدلاء. صحيح. عمرو السوليه خلاص نقدر نقول ان عمرو السوليه هنفقده. ميدو جابر ايضا كمان في بعض المحاولات لينه طبيب النادي الاهلي خالد محمود، عندنا فقد كبير جدا في اصابات النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول كل مباراه الاهلي بمن حاضر ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه باذن الله في هذه المباراه، في تركيز كبير باذن الله ان شاء الله في هذه المباراه للتاهل باذن الله يكون من القاهره. عايز اقول لك كمان ان غدا باذن الله يكون التدريب في الساعه 9 صباحا، النادي الاهلي كان مستمر خلال الايام الماضيه قبل السفر الى غينيا، التدريب كان الساعه 5 والساعه 4، لكن ابتداء ان شاء الله من الغد هيكون التدريب في الساعه 9 صباحا، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. كريم النهارده التدريب كان الساعه 4 ولا كان الساعه 5؟ الساعة 5 لسه هيبتدي. لسه 10 دقايق لسه دلوقتي. النهارده هيبقى اكيد في بعض الاستشفاء للعيبه اللي شاركت في مباراه الحريه الغينيا، شاركت تدريب قوي ليهم، لكن المجموعه الثانيه هتاخد جرعه كامله للتدريب، هيكون في طبعا بعض الحاجات اللي لها البدنيه لمستر مايكل اللي من مخطط الاحمال، هيكون في تقسيمه كالعاده في نهايه المران. صحيح. نتمنى ان المران ان شاء الله يعدي على خير النهارده، ما يبقاش في اي احتكاكات من اللعيبه اي اصابات، لان ان شاء الله بنتمنى كل لعيب يكون جاهز ان شاء الله قبل هذه المباراه. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من النادي الاهلي. نرجع بقى مره ثانيه ونكمل بقيه اخبارنا اللي بتخص برضو